وسط حضور طلابي كبير، تواصل مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة تنفيذ مبادرة تقدر في 10 أيام، والتي تقدم خدماتها لجميع طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية. هذا وتقوم المبادرة بتكثيف المحاضرات والمراجعات النهائية للعام الدراسي الحالي 2024، والمقدمة على يد نخبة من خبراء المعلمين بالمجان في مختلف المواد. احنا النهارده في رابع يوم من مبادره ازاي تقدر خلال 10 ايام، مبادره المراجعات الثانويه العامه اللي بتقدمها مؤسسه حياه كريمه للعام الثاني على التوالي بالتعاون مع وزاره التربيه والتعليم ومؤسسه فودافون مصر ومؤسسه فاهم. المبادرة السنة دي مختلفة عن السنة اللي فاتت. السنة اللي فاتت لاقت نجاح كبير جدا، حضور أغلب الطلاب اللي موجودين في المركز أكثر من 500 طالب. السنة دي بقى أضفنا ليها إضافات ذات قيمة، منها إضافة محاضرات الدعم النفسي. إحنا كنا عارفين قد إيه إن الطالب في الفترة دي والأهل كمان بيكونوا قد إيه في توتر وقلق، وفي منهم اللي مش عايز يخش الامتحان واللي فيه بيحصل له انهيار، فبقى عندنا جلسات دعم نفسي بيتقدمها نخبة من الدكاترة الدعم النفسي. المبادرة دي بتعمل أو بتقدم للمواطنين وتخفف العيب عن كاهل المواطنين وأولياء الأمور. من ضمن الحاجات اللي بتقدمها الدعم اللي بتقدمه المبادرة ديت للمواطنين دعم معنوي ودعم تعليمي، بتقدم كافة وبتساند كافة المواطنين اللي هم اللي مش قادرين يدوا دروس خصوصية. مبادرة جميلة جدا، عرفتنا ان ازاي نلم المواد، بنراجعها بطريقه كويسه خالص، ازاي نراجع الماده، بناخد افكار برضو من الثانويه اللي فاتت والاسئله وكده، وازاي برضو نحضر نفسنا للامتحانات الجايه وكده. يعني مبادره كويسه جدا، ساعدتنا ان احنا نتغلب على حاجات كتير، لمت معانا اسئله كانت مسقطه مننا في المنهج، ومن ناحيه تانية ان هي بتجيب الاسئله بتاعه السنين امتحانات السنين اللي فاتت، فاحنا لما بنشوف شكل الامتحان وطريقه كتابه الامتحان والاسئله فدوت بيساعد على بيهيئنا لدخول الامتحان، فبتكون كويسة وحلوة، وبرضو بيساعدونا ان احنا نتغلب على الخوف اللي جوانا، بيكون في جلسة نفسية.